حقوق المرأة في تونس؟ والله بالنسبة لي أنا ما نشوفش المرأة في تونس توي كما ياخذ حقها، خاطر نشوف فيها في عيد المرأة ونخدمه، يعني برشا عبيد يخدموا في عيد المرأة. ما عطيت مش حقوق في الدستور في ما شفتش حتى حق أنا. بدي تخدم؟ أي. كيفاش ترى وضعية المرأة التونسية كل يوم في الخدمة في الدار؟ نشوف فيها حالة مزرية. والله ما ريت حتى حقوق. هكا واحد تعب وكا والله وراس اختي. الدولة مش مراعية للمرأة. آه ربي يعلم. ساعات برشا قوانين للمرأة. لا ما تماش قوانين. والله. مش قاعدة تتنفس. مانيش قاعدة هكا لا هكا. ما تشملكمش انتوما حقوق المرأة. ما تماش ما تشمل شيء. والله. ما تشملكش كامرأة. ما تشملنيش، ما عندي حد شيء. والله. توا أنت كي باش نتكلم أنا مش يعملوا لي شهرية. باش نتكلم مش يعطوني إياها باش يجيبوا لي حاجة يعملوها لي. حد شيء ما باش يعملوا لي. شيء ما باش يعملوا لي. لا ما ثم حقي عند ربي سبحانه. والله وراس أختي أنا مسلمة أمري لربي سبحانه. بالنسبة لحقوق المرأة فما حاجات متمتعة بهم وفما حاجات مازالوا ناقصين. برشا حاجات بالنسبة لي أنا نخدم و معناتها متحملة مسؤوليتي وكل كمرأة في المجتمع، ثم نساء معناتها يخدموا لكن ما همش متمتعين بحقوقهم كاملة، يعني ناقصين برشا حاجات في سيرتو اللي برا في الأرياف وفي كيما ريت معناتها ذنير معهم برشا حوادث برشا حاجات يعني. أما الدولة قاعدة تعمل في برشا، إن شاء الله تولي فاعلة، خاطر قاعدة نسمع في برشا كلام لكن الأفعال مازالت ما فماش. المرأة نقولها إن شاء الله ربي ديما معاك وإن شاء الله أنت ديما الكاب نتاع تونس. معذبة المرأة معذبة بكل سا من جميع النواحي، من جميع النواحي، دار وشارع وخدمة وضغط، ما ثماش ترفيه، ما ثماش راحة. هذا اللي نقول لك. رغم القوانين لا مازلنا متأخرين شوي. حقوق المرأة ياسر باهية والحمد لله تمتعنا بها ويا ربي لك الحمد وربي يزيدنا في الحقوق وإن شاء الله ربي يمتعنا وإن شاء الله في نعمة باهية. كان في الأوراق كهو أنا نرى المرأة حقوق كان في ونورمالمون المرأة ساعة الدستور أي أما كريم اما برا شوف تو مثلا القائمات بتاع الانتخابات تو داو يعملوا خمس شويه شويه مع هذا انا من نورمال ماذا بيا مرأة خنشوفوا نجربوا في تونس مرأة رئيسة مرأة انا نرى المرأة عندها الحرية علاش ليه ومتمتعة بكل شيء وبحقوقها وان شاء الله تونس باهية ان شاء الله كل عام حي